ايه؟ ويعني عشان الباشا بكت ابو حنطة يقعده في المراية؟ جرية تهامي الجنيه هو طول عمر الراكب. خليني اجسه. ايش؟ نور يا باشا كده لو مخلصين. تحرمش تشكر يا بكت. حسبك جابر اخوك وليد. ايه بكت اللي انت قلتها لي؟ بكت دي يعني مؤاخذة الباشا اللي معاه فلوس يشتري نفوس. بنقول عليه هنا بكت. يعني دخلت السجن بقيت باشا؟ لا بقيت بكت. بكت؟ اعرفك على فكرة السجن كله. تهامي. تهامي باشا تعال. تهامي ده ربنا يكفيك الشر واخد اعدام. واد غلبان قوي. اقعد يا تهامي. اعدام؟ مرحبا باشا. ازيك يا تهامي؟ سيجاره؟ مش قليل ولا انت اول مره تتحبس؟ لا تاني مره. رجاله بكره عندها طلبه زباله. ايه؟ رجاله عندها طلبه بكره. ايه الطلبه دي؟ لا لا مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا بكت. هما اللي هينزلوا ينضفوا الزباله. اشمعنى احنا؟ لا مؤاخذه انا عندوني الحجز كله. حكم السجن وابو حنطه يا زميلي. هو حكم السجن ده ما يمشيش غير علينا احنا بس ولا ايه؟ شكلكم خلقكم ضيق. هتتعبوا نفسكم معايا. لا. انت اللي هتتعب معانا. يبقى ليلك مالوش نهار. على ايه بس؟ على ايه بس يا مستر ابو حنطه؟ الناس دي عندي. انا اشتريتهم. كل واحد خرطوشتين سجاير. يعني ايه خرطوشتين سجاير؟ ليه؟ خلاص خرطوشتين سجاير خلاص. وكمان عايزهم يبقوا جنبي هنا. مرايه؟ مرايه واللي انت عايزه. ماشي. خمس خرطوش كل واحد. ماشي خمس خرطوش. اتفقنا؟ اتفقنا. قوم ياض من مكانك يا الحاج اللي هناك. في كده يا باشا؟ يلا على الناحية التانية. يا باشا ده كتير. شوية خرطوش لا روح ولا جم. يلا خف يا بابا خف. يلا يا حبيبي الناحية التانية. يلا يا حاج هات فرشك وتعالوا معايا. يلا يا بابا. يلا. اللي تؤمر بيه يا باكت. جميلة. تشكر منك يا ابو. تشكر. تحت امرك يا باكت. مفيش بقى شاي. هنا يا باكت ثواني ويجي لك. ثواني ويجي لك يا باكت. حاضر. ده كتير يا وليد. بايه؟ على ايه بس؟ في ابو حناطه. كلها اخوها لابسه ازرق ونايم على فراشه. صدق ما خدتش بالي. دي كلها لابسه ازرق. فيها سوسة اسكندراني. انا شايف الدرويله كده بترمي شمال واحنا هنا قدام واولى نتميز. كل حاجه بتمنها هنا راح امك. بتمنها؟ طالما كده يبقى ورد الورد وش عليك يا ابو حناطه ويبقى اكتب مكان البكت صاحبه يعيش معاه وياكل على قفاه. تخلي الكلام غالي. كلامنا لا بالدولار ولا باليورو وكل واحد عارف دوره. انا حكيت معاك انت ولا جراية الجهل في ايه؟ واحدة يتعب في شكل طوية واحدة سوست ماشي واحدة جاب واحدة بس مش حد ماشي اقعد يا باشا اقعد ولا يهمك كله في الهوا. مش هتقدر تغمض عينيك.